تواصل قوات الجيش الوطني دك أوكاري ومواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة تعز لاستكمال التحرير وفك الحصار. وأفادت مصادر عسكرية في الجبهة الشرقية للمدينة بأن المواجهات عنيفة ويحقق فيها الجيش الوطني ملاحم بطولية وتقدمات بخطط عسكرية. استطاعت تلك القوات مباغتة مواقع الميليشيات الإنقلابية وتحولت من الدفاع النشط إلى الهجوم الكاسح. هناك عشرات القتلى والأسرى والجرحى في صفوف هذه الميليشيات، تم تدمير معدات ثقيلة وآليات عسكرية للميليشيات الإنقلابية خلال هذه المواجهات باستهداف مركز ومنظم للجيش الوطني. ما يميز هذه المعركة أنها المباغتة والمبادرة أتت من الجيش الوطني، وتحول الجيش من الدفاع النشط إلى الهجوم الكاسح باتجاه هذه الميليشيات، وفرض ميدان المعركة واتجاهات المعركة على الميليشيات الإنقلابية. تأتي هذه المعارك بإشراف وتواجد لقيادة محور تعز والألوية العسكرية التابعة لها، في حين تشهد بقية الجبهات مواجهات متقطعة وقصف بالأسلحة الثقيلة. بفضل الله سبحانه وتعالى أبطال الجيش الوطني يحقق اليوم انتصارات كبيرة. نحن الآن على مشارف بإذن الله جولة القصر وبقية المواقع الأخرى. الحمد لله معنويات الأبطال قوية جدا ومرتفعة، وسنصل إن شاء الله تعالى إلى الأهداف المرجوة والمخطط لها. المعركة مستمرة ولا زالت مستمرة، وبإذن الله تعالى لن تنتهي إلا بالتحرير الكامل، ولن يرضى أبناء تعز إلا أن يفك الحصار وأن تحرر هذه المدينة المكلومة والمظلومة والتي عاشت 4 سنوات من الحصار الخانق. المواجهة أدت إلى مصرع قيادة حوثية وعشرات العناصر القتالية بين قتيل وجريح وأسير في صفوف الميليشيات الإنقلابية. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.